غادي تحيد منها، مازال تحيد منها شي كاين هنايا تقريبا 200 حبه، مازال تحيد منها 100 اخرى ديال العزله. ولكن الثمن اللي غندير لكم اليوم ناقص على الثمن ديال البارح بزاف. واش هادي ما تدوش مع العزله؟ شو لا بياسه كي دايره دابا؟ هادي ما تدوش مع العزله الاولى، كلها مازال عزله. بالنسبه للثمن ديال السلعه هادي الاخوان، حتى هو ثمن غيكون صدمه، ثمن مناسب. شو الاخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما العاده الاخوان، ما غاديش نطول عليكم في المقدمه، تحياتي لكم كاملين الاخوان. اليوم ان شاء الله باذن الله عندنا الجزء الثاني ديال سلعه السبرديله، كذلك اليوم الاخوان اللي عنده يلبس واللي ما عندوش حتى هو غادي يلبس. بالنسبه للثمن ديال السبرديله الاخوان، اليوم ان شاء الله باذن الله غادي لكم ثمن ديال الهوته كيف ما وعدتكم وكيف ما عودتكم. شوفوا تبارك الله المليح، هاد السلعه هادي الاخوان راه السلعه الثانيه ديال هذيك اللي حطيت لكم البارح، يعني ماشي كلها ميته ولا السلعة كلها نقية الاخوان، غير هذيك العزلة الاولى وهذه العزلة الثانية. هانتوما الاخوان شوفوا البياسة كيفاش دايرة، شي حاجة ناضية مازال نقية. كذلك الاخوان شوفوا البياس كلها هاكا دايرة. احسن حاجة في هاد السلعة هادي هي انها ما فيها لا ضرب لا جرح، السلعة كلها نقية. شوفوا تبارك الله جديد مازال نقية. شوفوا هادي تبارك الله كي دايرة، نوضو نتقاعدو دابا باش نوريكم السلعة وتبان لكم. شوفوا تبارك الله كيفاش دايرة، السلعة كلها مليحة. هانتوما شوف راه ماشي معزوله كامله، هذه راه ديرها مع العزله الاولى، ها شوف مازال نقيه بزاف. كذلك هذه ها شوف كلشي بياسات زوونين، شوف تبارك الله على بياسه كيفاش دايره مازال ناضيه. شوفوا هذه الاخوان ها النميره فيها 41 بياسه جديده. ها انتم الاخوان راه والله العظيم الا هذه تحيد منها، مازال تحيد منها شي كاينه هنايا تقريبا 200 حبه، مازال تحيد منها 100 اخرى ديال العزله. ولكن الثمن اللي غندير لكم اليوم ناقص على الثمن ديال البارح بزاف. هانتوما الاخوان شوفوا تبارك الله السليعه راه كامله مليحه، راه فيها الاير فورس، فيها بياسات. شوف تبارك الله هادي عاوتاني سبور، شوف المليح المليح تبارك الله، كاين البياس تبارك الله كاين التحت كاين الفوق، راه ما كاينش ديك التوجيهه ولا ها. السلعه كلها سلعه واحده، فيها الاير فورس فيها هادو سبور. هانتوما شوف بياسات كيفاش دايرين. هانتوما الاخوان شوف لا بياس هادي، واش ما تمشيش عزله هادي ب 150 درهم ولا اكثر؟ ها شوف من هنا ها شوف هادي كي داير، شحال بياسات فلتات لينا. ها هادي الاخوان كوداس ديال كره ديف واحد اللي فيها نتوما، هو نوري لكم هادي جديده فيها واحد الضريبه صغيره هنايا، اما هي مازال نقيه. ها كوداس ديال 250 درهم 300 درهم. انا الاخوان شو البياسه كي دايره، شوف شو واش كاين فيها شي ضرب ولا شي جرح ولا شي ديف ولا شي حاجه. ها. المليح المليح شوفوا تبارك الله نتوما الاخوان، راه تبارك الله هاد السلعه هادي كلها مليحه كلها نقيه. ها الاير ماكس، شو الاير ماكس كي دايره دوريجين هادي الاخوان، ها الاير ماكس في الكحل عاوتاني. ها الاديداس شو البياس تبارك الله، ها ما كاينش شي بياسه هنايا اللي تلقى فيها شي ضربه ولا شي جرحه ولا شي حاجه، وراه كلها هكا. نجبد لكم من التحت من الفوق منين ما جبتيها، السلعه كلها نقيه. ها انتم الاخوان كيف ما كتشوفوا تبارك الله، شوف شو البياس كي داير جديد. انا الفانس كي داير اللهم بارك، كاين المليح وكاين النقا. شوفوا هادي عاوتاني كي دايره، شوف شوفوا تبارك الله، والله الا كاين السلعه الا مليحه قسما بالله لا السلعه هادي حتى هي مخيره. شوفوا الاخوان هادي عاوتاني، واش هادي ما تدوش مع العزله؟ شو لا بياسه كي دايره دابا؟ هادي ما تدوش مع العزله الاولى، كلها مازال عزله. ها انتم الاخوان باش تشوفوها جديد، هاي شو كي داير، ها انت مازال نقيه نقيه ديال بصح. كذلك هادي هانتوما شوفوا هاد الشكيل هذا، ها شوف هاد اللوين هذا وهاد اللوين هذا، مازالين جدادين تبارك الله. بالنسبه للثمن ديال السلعه هادي الاخوان، حتى هو ثمن غيكون صدمه، ثمن مناسب. شوف هاد الصبيبيط هذا عاوتاني، شوف شوف لا السيلكي، ها انا بياسه اللي شوف بياسه اللي طالعه، شوف المليح المليح الاخوان، ها انا شوف هادي عاوتاني، شوف تبارك الله على بياسه كي دايره. ها انتوما الاخوان شتي المليح، والله الا المليح. شوف كتحط هادي ماشي بياسه ديال 250 ولا 200 درهم، خاصها غير مسيحه. شوف هادي عاوتاني، ها راه والله العظيم الا مزيره كلها فيها العزله، والله ما كاين زعما شي حاجه اللي هادي الاخرى اللي مضروبه ولا شي حاجه، كلها نقيه تبارك الله، كلها سلعه مزيانه. ها انتم هادي النميره مزيانه، ها شوف تبارك الله. انا كذلك نزيد نجبد لكم من التحت، ها انتم شوف البياسه، شوف البياسه كي دايره، بياسه خاصها غير توقف. شوف تبارك الله اللهم بارك، هانا نيو بالونس شوف كي دايره، فيها واحد ديفو صغير، هادي فيها واحد خاصها تخيط من هنا شي شويه.
هذا هو الديفو الوحيد اللي في هذه مثلا. ما هذه راه دوز مع العزله. شو هاد الفانس هذه كي داير هاي شو كي داير؟ ها انتم الاخوه البالغين بحال هذه اسلع كلها هكا دايره الصباط اللي فيها الصباط راه مازال جديد صباط جلد هذا هذا هو الصباط اللي فيها ما فيهاش بزاف ديال الصباطه ديال الاخوان هاد السلعه فيها تقريبا واحد غتكون واحد 10 الحبات ولا ما كاملينش ديال الصباط دابا غنزيد نجبد لكم من هنايا عاوتاني باش تشوفوا ها انتم الاخوه شو البياس كي داير فهمت شو رابي انت شو الرايبو كي داير مازال نقيه بزاف كاع راه بالسيور ديالها بكلشي السيور فص منها مازال ما راكبينلهاش نزيدو نجبد لكم من هنايا شو هاد السنديله ديال الجلد ها انتم الاخوه هاد السلعه تبارك الله اللهم بارك شو البياس كي داير هانت البياسه ديال 150 درهم نزيد نوريكم عاوتاني كنحاول ما امكن نوريكم السلعه كامله باش ما تقولوش هذا راه كيدير غير توجيهها من الفوق ولا نجبد لك من التحت من ما بغيتي ها شو هادي تبارك الله ديال السبور الجري شو هذا سباط ميديكا شو تبارك الله هذا المليح هذا شو جديده مازال كاينه هاد النميره وكاينه هاد النميره هادي شوف فيها جوج نويمرات حتى من هنا مازال كاين السلعه شو هادي انا نزيد نوريكم حتى من الجهه الاخرى هانتوما الاخوان كيفما كتشوفوا راه من التحت من الفوق شوف انيو بالوس بياسه مازال نقيه تبارك الله شو هادي عاوتاني الكوك سبور هاني شو هادي فيها واقيلا شي 44 ولا 45 هانتوما الاخوان راه كلها باينه السليعه ما كاين زعما داك هاي شو كي مازال دايره شوف نقيه تبارك الله راه كلشي باين قدامكم الاخوان كلشي كنوضحوه في الفيديو كل بياسه كنحاولوا نوريوها لكم باش تشوفوا السلعه كامله كيفاش دايره ودابا الاخوان نحاولوا ندوزو لكم الحاجه اللي كتسناوها واللي هي الثمن بالنسبه الاخوان الثمن ديال هذه السلعه هذه غادي يبقى لكم الاخوان ثمن مناسب وثمن رمزي اللي هو 79 درهم 79 درهم البياسة الاخوان كاين هنا 200 بياسة اللي بغاها الاخوان مرحبا وسهلا بالي الاخوان قبل ما يسالي كما كنقول لكم ديما وراه ما كنجيبش الروطار في التجارة اللي جا الاول الله يسهل عليه كما شفتوا البارح حطيت لكم السليعة تبارك الله هي دابا صيفطناها لمولاها الله يسهل عليه كذلك هادي عاوتاني يجي شي واحد نسرو معاه ونصيفطوها له والله يسهل على الجميع وعندي لكم مفاجاه اي واحد دا هاد السلعه هادي المفاجاه اللي غادي نعطيه من عندي هي انني غادي ندير له التوصيل فابور فين ما كنتي في المغرب غادي نصيفطها لك على حسابي هاد السلعه هادي لان غير التوصيل ديالها راه غيفوت 500 ولا 600 درهم هذاك التوصيل من عندي كادو الاخوان وتسناونا الاخوان فيديو جديد ان شاء الله وشكرا لاي واحد كيتفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر ما تنساوش الاخوان راه كاين سلعه تبارك الله راه كاين نحاس كاين لونتيك كاين تليفزات كاين سلعه هنايا عاوتاني في الكوزينه كاين رقيق راه مازال كاين الخير ديال السلعه كل نهار ان شاء الله نحاولوا نحطوا لكم حاجه باش نرضيو جميع الاذواق وتحياتي لكم كان معكم خوكم كريم نتشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله.